مقبض الباب الذكي يمتاز بالعديد من الخصائص، وهو مصمم بشكل أنيق وحداثي. هذا الجهاز مناسب لأبواب الألمنيوم والخشب. يمكن ربط الجهاز من خلال البلوتوث ومن خلال التطبيق، ويحتوي على تشفير للحماية، وأيضا يحتوي على خاصية الباسورد المتغير. ونشوف مع بعض. التحكم من التطبيق ومشاركة التحكم، ويمكن استقبال إشعارات عندما يرن الجرس. يأتي الجهاز مع مفتاحين اثنين لفتح الباب في حال نفاد البطارية. يمكن فتح الباب بكل سهولة من خلال البطاقة، حيث يوجد بطاقتين مع الجهاز. وأخيرا فتح الباب باستخدام البصمة، ويمكن إضافة العديد من البصمات. يعمل الجهاز على 4 بطاريات تدوم لمدة بين 6 أشهر إلى سنة كاملة. يوجد خاصية قفل الباب حيث لا يمكن فتحه إلا من الداخل.